هذا ماشي تنظيم، هذه عبارة عن محطة ديال ولاد زيان، ما كايناش شي مرة تنظيم. السيد لاعب دولي، جا لهنا باش غادي يشوف المدينة ديالو، ويعني الجمهور احترموه، يعني الجمهور احترموه وصفق عليه. الناس ما كانوش عاملين تنظيم في المستوى، واللاعب حسيت به بأن تا هو قنط، يعني ما كانش صحاب له الضغوطات هذه كاملة. دابا هذا الشيء كامل الناس كيرجعوا الناس كاملة اللي هما المسؤولين اللي ما عرفوا. نعم؟ والناس اللي مكلفين بالبلاد هما السبب الفضل، ما يقدرش ينصف لك انا الاشخاص، يعني الناس اللي مهتمين بهذا الشيء هما اللي خصهم يتحملوا المسؤوليه ديال هذا الشيء هذا كامل. وحنايا بزاف ديال الناس جاو عندنا هنايا، قدمنا معارض، قدمنا كرة القدم، يعني كان التنظيم في المستوى، ولكن دابا اليوم فشلوا، التنظيم كان فاشل 100%. افتخروا بالاخ الحكيمي اللي جا لمدينة القصر الكبير اللي هي مدينته الثانية. والتنظيم راه مسألة عادية، التنظيم اللي بحال هدايا أول خطرة جا لمدينة القصر الكبير، حكم أول خطرة باش جا حكم المونديال، غيكون هادشي هذا هو هذاك الاكتظاظ، وغيكون بالحب القصراوة كاملين باغيين أشرف الحكيمي. وخا التنظيم كان ماشي في المستوى، ولكن رغم ذلك ما عندنا ما نديرو، وخا أشرف الحكيمي عزيز على مدينة القصر الكبير كامل، وحنا كننظموا راسنا بيدنا. وتنشكروا الجميع وشكرا للأخ. شكرا للأصدع، كما كنلاحظوا كلشي كان مزيان، كلشي كان نشطان، يعني الأجواء دازت مزيونة. وكلشي كنتوقع بلي التنظيم عادوس حزن وعادوس حزن ما اكثر، حيت واحد النجم عالمي جاي، وكلشي ما كانش كيتوقع بحال هاد الهرج عينوض وكذا. ولكن هاد الشارع من قله المخزن، يعني ما كايناش شي، والتنظيم ما كايناش شي، واللي كتحمل المسؤوليه هي الناس الكبار. يعني الا كانت انت عارف واحد النجم كبير جاي، خصك تجيب واحد، يعني لهذا البوليس بزاف، انا راه خصهم يديروا واحد المنصه ويديروا اضواء وكذا، يعني ماشي جايبيننا كيقول لك جاي مع الجوج وجايبين خونا حتى الخمسه وبنادم كاين اللي ما مغاديش، يعني راه ماشي الكلمه، يعني ما كايناش الكلمه والحقوق، يعني ما كايناش في هذا المغرب، وكاين اللي مغيب عنده الفرض. انا راه عندي فرض الرياضيات وما جيتش، علاش باش نشوف واحد الناس كنبغي، كنطالبو وعارف راسي ساقط، هاد العام هذا عارف راسي ساقط، ديما قصراوة، ديما قصراوة ان شاء الله. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.